يتجدد بفكر ولغة معاصرة وأسلوب هادف للتعريف بحقوق الطفل ضمن احتفالية يوم الطفل العالمي. قلوب صغيرة لوطن كبير، خيال الظل، إرث وعرض مسرحي في دار الأسد للثقافة في اللاذقية. هلا هو خيال الظل بالعموم هو يعني نوع من انواع المسرح العالمي، وصار موجود يعني متواجد، والان يعني صارت سائبه انه الامم المتحده نزلت المسرح الخيال الظل السوري، يعني نزلته عندها بانه مسرح مهم ولازم يستدام يعني. والمسرح السوري هو مشهور بخيال الظل من ايام كركوز وعواز، مشهوره كثير انه كانوا يعملوا له بالقهاوي او بالاحتفاليات الشعبيه. هلا ان الشباب والصبايا خضعوا لدوره، دورة خيال ظل، ولا عم يقدموا نتاج هاي الدورة. هذه الفعالية مهمة مشان الطفل بالدرجة الأولى، مشان يكون واثق بنفسه أكثر. نحن اشتغلنا إنه يكون دربنا أطفال، عرفناهم إنه كيف نرسم الشخصية وكيف ثبتنا العصي عليها وكيف لزقناهم، ونسيق نحن تأليف سيناريو ونعرضه على الشاشة طبعا ضمن مواد محددة يعني لهيدي الورشة. شاركت بمسرح خيال الظل لكونه طريق لحتى يكون أقرب للأطفال. تجربة كانت كتير حلوة، كتير غنية، مفيدة، بتلامس تجارب الأطفال، لذلك لاحظت أنه كيف وصلت لإلهم بسهولة وبساطة. أعمال تحاكي الواقع وورشات للتعريف بتفاصيل هذا الفن. مسرح خيال الظل مسرح كتير مهم بما أنه هو تراث سوري شعبي. هو من خيال الظل طلقت فكرة المسارح، بلشنا بخيال الظل، بلشنا بعدين بالتمثيل، بكتير شغلات انطلقت من خيال الظل. هيدا الورشة كانت لأحياء تراث خيال الظل لأنه بعد ما دخل باليونسكو، فلهيك كانت هيدا الورشة لحتى نعرفهم للأطفال أكثر عن خيال الظل أثبت لهم هالشي جواتهم. هدول الأطفال بيستحقوا نرسم الوجه إن الضحكة على وجههم. تعلمت كيف هيك أعمل خيال الظل وعرفنا فكرة جديدة وتعلمنا، كتير حلو كان هالعرض. لازم ما دخين وما لازم اتفرج على الأشياء المضرة، ما لازم اشرب من مطرد غيره. تجربة غنية بهدف تقديم نتاج فني جاذب للأطفال وترسيخ للقيم والحقوق مع المحافظة على التراث بكافة معانيه وأشكاله.